نعم هناك اخ سائل الدكتور بيقول ان انا كنت خاطب وسبت خطيبتي وكنت جايب ذهب واهلها مش راضيين ان هم يبعتوا الذهب مره تانية، رغم ان انا يعني بعت الاصحاب والاهل وصلتهم لكنهم ما رضوش يبعتوا الذهب. فبيسال بيقول هل اعمل فيهم محضر حسب سؤال الاخ يعني. طبعا هو الوضع الان مختلف، يعني عقد الزواج غير الخطوبه، لان الخطوبه ليست عقدا. الخطوبه يعني بعض الناس يروح يتقدم لطلب يد فتاه من اهلها، وقد يحدث احيانا كما في عاده بعض الشعوب كالشعب المصري مثلا يقول لك قرأوا الفتحه، قرأوا الفتحه، فلانه دي قرأ فتحتها. قراءه الفتحه في حد ذاتها ليست يعني ايه، لا تحل محل العقد اللي بيكون يعني مطلوب فيه القبول والإيجاب وولي الزوجة وبعدين الشهود للحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل، فنكحها باطل، فنكحها باطل. يبقى لابد من الولي وشاهدي العدل والزوجين الاثنين الذين تنتفي عنهم موانع الزواج. دي أركان عقد الزواج، لكن قراءة الفتحة في حد ذاتها لا تعتبر عقداً. أما الخطوبة لا، الإسلام ينظر الخطوبة على أنها مجرد وعد بالزواج، وعد، وعد يهم يفي أو لا يفي، يفي أو لا يفي. ولذلك الخطوبة لا تحل للخاطب، الخطوبة لا تحل الخاطب ما لا يحل للأجنبي أبدا أبدا، لأنه ما زال أجنبيا عنها، مثل أي رجل أجنبي آخر. لا يحل لها أن تخلو به، لا يحل له أن يسافر بها، لا يحل له أن يخرج بها، لأنه ما زال أجنبيا عنها. فبالتالي لابد من أن نفهم هذه الأمور فهما دقيقا ونستوعبها استيعابا جيدا. طيب هو الوقت تركها بعد ما خطبها، تركها، ولذلك قلناه مرة أخرى، من أرجو التنبه لذلك جيدا أحبائي، الخطوبة ينظر الإسلام إليها على أنها مجرد وعد بالزواج. إما أن يفي بهذا الوعد ويتمم الإجراءات ويعقد ويتم إلى النهاية، أو لا يفي بالوعد ده. وذلك سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان في مكة، وبعد ما يعني في أثناء سفرته لمكة، بعد ما فرغ من أداء المهمة التي سافر من أجلها لمكة، لقيه بعض أصحابه وطلب منه يد ابنة من بناته، فوعده إنه إذا رجع المدينة سيوفي له. رجع سيدنا عبد الله بن عمر من مكة إلى المدينة، وقد أدركته المنية قبل ما يأتي هذا الشاب اللي طلب منه يد إحدى بناته في مكة. فلما حضرته المنية قال لأولاده الذكور: يا بني إذا جاءكم فلان فزوجوه أختكم فلانة. وقالكم فلان زوجوا أختكم فلانة. فسألوا أولاده: لماذا فلان؟ قال: لأني أخشى أن ألقى الله تعالى وفي قلبي ثلث النفاق. أخشى أن ألقى الله تعالى وفي قلبي ثلث النفاق. هو ده عشان قال إن شاء الله دكتور ولا إيه؟ أيوة، أنه وعد، عشان قال إن شاء الله يعني، لأنه وعد أنه إذا أتى. ولذلك الحديث عندنا آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف، وإذا أتمنى خان، وإذا حدث كذب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب دكتور معلش، عشان الموضوع ده احنا كتير بنقع فيه، يعني هل الواحد لو قال مثلا لأولاده مثلا على حاجة إن شاء الله كده يبقى كأنه وعدهم؟ وعد، أيوة. ربنا يستر. مش النص قال تعالى في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يعني هو قال له خلاص، وبعدين علق الأمر على المشيئة، لأن كل شيء بمشيئة الله، كما في الحديث الصحيح: ما شاء الله كان وما ما شاء لم يكن. والحديث الصحيح أيضا، الحديث الصحيح يقول في النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. جدهن جد، يعني تكلم بجد بجد، تكلم بمزاح لا، المزاح لا يعتبر جدا. النكاح والطلاق والرجعة، النكاح والطلاق والرجعة، ورواية: النكاح والطلاق والعتق. والعتق يعني لو في عبد مملوك، وبعدين جرى حوار بينه وبين سيده، فقال له يعني في حوار جاري بينما، قال له: اذهب أنت حر، وهو يمزح، يعتبر حرا، صار حرا. فلننتبه، بعض الأسر مثلا يزوروا بعضهم البعض، مثلا يكون عندهم مناسبة، مثلا إيه، مناسبة عقيقة لولادة أنثى مثلا، يقولوا إن شاء الله دي بكرة تكون عروسة واحجزها لابني. ها أنا بقول لك أهو، بحجزها من دلوقتي، إذا قال له إن شاء الله يبقى مع هذا وعد بالزواج. بس دكتور يعني بيكون الهدف الهزار يعني. أما أنا بقول له أهو، الحديث أهو، المسائل الشرعية كما قال تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. سيدنا يعني عبد الله بن عباس،
نعم للدرجات دي بتوصل أيوة ولا لأن ده شرع، ده شرع، دي عقود ومواثيق. ولذلك قلنا الحديث مرة أخرى أهو وكرر عدة مرات أهو ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. الهزل جد فيه ليه؟ عشان ترعوي. قال تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. سيدنا عبد الله بن عباس جاء رجل فقال يا ابن عباس إنه طلق امرأته 100 مرة 100 مرة. فقال سيدنا عبد الله بن عباس طلقت منك 3 واتخذت آيات الله 97 مرة هزوا. بقول له طلق مراته 100 مرة 100 مرة. سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وما بالك بابن عباس الذي دعا له رسول الله فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، حبر الأمة وبحر الأمة. وقلنا قبل ذلك أن كلمة بحر وحبر الباء والحاء، إذا تقدمت الباء على الحاء أو تقدمت الحاء على الباء يدل على السعة. إن وجدناه بحرا، والبحر يسمى بحر لسعته. فلذلك سيدنا ابن عباس قال له إيه؟ قال له طلقت منك 3 واتخذت آيات الله هزا 97 مرة. ربنا يستر يا دكتور، موضوع الطلاق ده أسئلة كتير بتيجي حواليه، وربنا يستر إن شاء الله.